مساء عليكم من جديد، اهلا بكم كل مشاهدينا. خلينا على طول نروح لزميلتنا لمياء حمدين، نروح معاها ونعرف احوال الطريق والشوارع في القاهره الكبرى والمحافظات، ونشوف دلوقتي لكل الناس اللي ما نزلتش ايه الاخبار. صباح الخير عليك يا لمياء. صباح الخير عليكي منى، صباح الخير عليك احمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله مريه زي كل مره، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات المختلفه دلوقتي قبل ما الناس تنزل الشوارع. طيب، نبدأ جولتنا من محافظة القاهرة، بتحديد من كوبري أكتوبر للي متجه لمنطقة رمسيس وغمرة، هنلاقي فيه هناك سيولة مرورية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي فيه كثافات إنما بسيطة شوية. لو رحنا مصر الجديدة وبالتحديد شارع الخليفة المأمون عند تقاطع كوبري القبة، هنلاقي هناك كثافات مرورية ومكملة لحد منشية الجمل وكمان كوبري أبو وافية. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لكوبري تحيا مصر اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة. هندخل على الكورنيش وهنلاقي هناك بعض الكثافات إنما غير مؤثرة بالمرة على الحركة المرورية، ولكن لو تابعنا عند شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كمان سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين فيها لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية إنما نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات. نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، ونبدأ من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد طبعا مع ساعات الذروة. محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر في بعض الكثافات المرورية للي متجه لميدان لبنان تبتدي تقل عند نادي الزمالك وكمان عند كوبري 15 مايو. أما محور صفت ففي كثافات مرورية برضو بتزيد للي بيتجه لجامعة القاهرة. لو رحنا محافظة القليوبية هنروح هناك ونلاقي شبرا الخيمة فيها كثافات مرورية بالتحديد في الشارع الجديد، ولو فضلنا ماشيين هندخل على شارع ترعة البلاقية وبيشهد كمان هناك سيولة مرورية. مكملين وهندخل على شارع عرابي هنلاقي هناك بعض الكثافات المرورية إنما بسيطة واللي مكملة لحد النفق، وعند كمان مستشفى النيل للتأمين الصحي. أما شارع ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة كمان في كثافات مرورية إنما متقطعة، والكثافات مكملة ومستمرة لحد نزلة مستورد. نكمل جولتنا المرورية ونروح بورسعيد، وبالتحديد في شارع أوجينا هنلاقي هناك كثافات مرورية، ولو كملنا هنروح لشارع جمال عبد الناصر بيشهد كثافات مرورية إنما بسيطة ومش بتأثر على حركة المرور. هتبتدي الكثافات دي تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طول على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية هنلاقي هناك كثافات مرورية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية في مختلف المحافظات في الجمهورية. هنرجع مرة تانية لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمياء.